يعني بنجدد التحية لكم لمشاهدينا الكرام. أنا موجود الآن في منطقة مطلة على الطفيلة القصبة، يعني هذا المكان الذي هو خلفي هي مدينة الطفيلة، يعني نتحدث عن الطفيلة قديما وحديثا. هذه المدينة التي تضرب في جذور التاريخ وهي سبر من أسبار التاريخ، هي كتاب يحتاج إلى مزيد من التنقيب ويحتاج إلى مزيد من المعرفة حتى نفي الطفيلة حقها في التاريخ وفي الجغرافيا. يعني الطفيلة تمتد من عبر عصور من اليونانية إلى الرومانية إلى العهد الإسلامي وإلى الآن. الطفيلة هي تمثل تاريخا كبيرا ويحكى لغاية هذه اللحظة. يعني من خلال تجوال الكاميرا في المكان كما نلاحظ بأن هناك أشجار الزيتون، هذه أشجار الزيتون هي أشجار معمرة، أشجار من الشجر الرومي المعمر التي تضرب في جذور التاريخ وتتشابه مع أهل الطفيلة في كرمهم وجودهم وسخاء هؤلاء المواطنين هنا في الطفيلة. يعني الطفيلة أيضا تضم أشجار السرو المحيطة بالبلد، هذه الأشجار التي كما المعصم تحيط بالبيوت والمنازل، منازل الشمس التي ما تربت إلا على الكرم وعلى الجود وعلى الطيبة. يعني أيضا نتحدث عن الطفيلة، هي يوجد بها قلعة أو حصن تاريخي، هذه القلعة أو هذا الحصن هو أدومي بالأساس ويمتد بتاريخه إلى العهد العثماني، حيث تم بناء حصن في مكان مطل ومشرف على الأغوار ومطل على أيضا على جميع المناطق المحيطة به. يعني إذا بنتحدث عن تاريخ الطفيلة أيضا وهو امتداد لتاريخ الأدوميين، وإذا تحدثنا عن الأدوميين لابد من ذكر بصيرة، وبصيرة هي عاصمة الأدوميين التاريخية، بمعنى أن هذه الأماكن هي عربية أصيلة. هذه الأماكن يعني ما بين بصيرة وما بين الطفيلة إلى وصولا إلى ضانة والسلع وامتدادا للمعطن وحمامات عفرة، يعني نتحدث عن قيمة سياحية كبيرة لمحافظة الطفيلة تشتهر بها المحافظة. يعني هناك تنوع كبير أيضا السياحة في محافظة الطفيلة، نتحدث عن السياحة الدينية كما المقامات الصحابة الموجودة هنا بالطفيلة والكنائس القديمة، نتحدث عن السياحة العلاجية حيث حمامات عفرة قريبة من هذا المكان، نتحدث عن السياحة البيئية، نتحدث عن ضانة وعن محميتها، ضانة التي تحتضنها الجبال وتقع بين تلك الجبال الدافئة مطمئنة. يعني نتحدث أيضا عن السلع وقلعتها التاريخية، وإذا تحدثنا عن القرى التراثية فهي موزعة ما بين عيمي وصنفحي والطفيلة نفسها، العيس وعين البيضة والسلع والمعطن وصولا إلى بصيرة وضانة. يعني هذا الإرث التاريخي وهذا الإرث الحضاري للطفيلة، التاريخ يمتد عبر قرون وعبر سنوات، جسدت الطفيلة من خلاله يعني صورة مشرقة لجميع الحضارات التي مرت عليها. يعني بالعودة والشيء بشيء يذكر، بالعودة للحديث عن كورونا ونتحدث نحن عن الطفيلة، يعني الطفيلة كان هناك التزام كبير من قبل المواطنين الذين ينتظرون يوم الغد، يعني وسيكون لنا وقفة مع يوم الغد كيف سيتم التعامل وكيف سيتم فك الحظر الجزئي وتعود الحياة إلى الطفيلة. فبالتالي يعني الطفيلة انتصرت كما انتصر الأردن على هذا الوباء. يعني أيضا هي دعوة للمواطنين من هنا من هذه الإطلالة جميلة على الطفيلة، على هذه الأشجار التي تداعبها هذه الرياح، على شجر الدحنون والشيح والشومر والزعتر. يعني ندعو كافة أبناء الطفيلة بأن الوباء انحصر أو الطفيلة تخلو من أي حالة كورونا، لكن هذا لا يعني بأن الوباء بعيد، لذلك يجب الحذر، يجب اتخاذ أدوات السلامة العامة، التباعد الاجتماعي، أن يكون فك الحذر لا يقل أهمية، يعني الأدوات استخدام أدوات السلامة عما قبل فك الحظر الجزئي. يعني زملائي نترككم مع هذه الصورة الرائعة من الإطلالة على مدينة الطفيلة والعودة لكم بالاستوديو.